السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سالم سويد في البودكاست. بعرض عليكم أجندة الزعيم، والعين ينافس على 4 بطولات مباريات مصيرية، إما الاستمرار والمنافسة أو رفع الراية البيضاء. قبل ما بعرض عليكم بودكاست، مبروك عليكم أمطار الرحمة. شوف الجو، شوف الجو، شوف الجو هنا عندنا في العين. اقسم بالله بريطانيا، بريطانيا، بريطانيا يرمس انجليزي. هالو 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 هالو. نبدا اول شيء التواصل الاجتماعي. الماركات الشتوي ما باقي شيء، 10 ايام بتنتهي الانتقالات الشتويه، وهل العين يحتاج لصفقه؟ ابغي اشوف تعليقاتكم. اني نشوف اجنده الزعيم والبطولات اللي ينافسها العين في هالموسم. العين ينافس على 4 بطولات. العين ينافس على 4 بطولات: وصيف الدوري، دور 16 لكأس رئيس الدولة، دور الأربعة لكأس مصر والوطن الإسلامي، ودور 16 لدوري أبطال آسيا. نبدأ أول شيء مباريات. قبل 3 أيام الحمد لله فزنا على اتحاد جلبة لكأس مصر والوطن الإسلامي مباراة الذهاب، ورا باكر بنلعب ضد ناساف ذهاب دور 16 لدوري أبطال آسيا، راح نلعب خارج ملعبنا، وعقبه راح نلعب ضد الوحدة في ملعبنا لبطولة كأس رئيس الدولة، دور 16 من مباراة وحدة، وعقب إن شاء الله راح نلعب ضد ناساف مباراة الإياب في العين، وإن شاء الله نتوفق في هاي المباريات. فراح نلعب مباريات مصيرية لبطولتين: بطولة دوري أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة. فنتمنى التوفيق للعين. عن بطولة الدوري، من بعد مباراة ناساف راح نلعب ضد بنياس، وفي الشهر الجاي راح نلعب ضد حتى لبطولة الدوري. مباراة الجزيرة تأجلت خيرا الحمد لله، لأنه فارق 5 نقاط عن الوصل، ونتري نتائج او نتري تعثر الوصل، وان شاء الله نحقق نتائج طيبه ونتقرب اكثر من متصدر. فخلونا نشوف جدول الترتيب لبطوله الدوري. العين بفارق 5 نقاط بعد مرور 12 جوله، العين فاز في 8، تعادل في مباراه وخسر 3 مباريات. العين عنده 25 نقطه فارق 5 نقاط عن المتصدر الوصل. فبنلاحظ اول 3 فرق الوصل والعين وشباب الاهلي ممتازين هجوميا ودفاعيا، ولكن شو اللي فرق؟ في بعض الجزئيات، اخطاء فرديه، اخطاء تكتيكيه من المدربين، هالجزئيات اللي فرقت، والوصل استغلوا هالجزئيات وتصدر فارق 5 نقاط عن العين. لبطوله الدوري المباريات الجايه ضد بنياس، حتى عمان، الشارجه، وبنشوف الجزيره ان شاء الله اذا في اي اخبار عن مباراه المؤجله بعرض عليكم من خلال البودكاست. حاليا المباريات الجاية عندنا ضد بنياس، حتى، وعيمان. هاي 3 مباريات ان شاء الله اذا العين طلع بنتائج طيبة يمكن هني نقدر نتقرب اكثر من المتصدر، نتري تعثر ان شاء الله للمتصدر، وهني العين بيرجع للمنافسة. وعن كأس رئيس الدولة، العين في دور 16 راح تلعب من مباراة واحدة، المباراة راح تلعب في العين ان شاء الله في الاسبوع الجاي، وان شاء الله بحضر المباراة وفان الفوز. شروط مسابقة: ستتم القرعة بعد كل دور، مباراة واحدة في ملعب الاول، النهائي في استاد هزاع بن زايد، وان شاء الله نتوفق في المباريات الجاية. عن بطولة كأس مصر بضب اسلام، العين وصل الدور الاربع، لعبنا ضد اتحاد كلبة خارج ملعبنا، والحمد لله طلعنا بنتيجة طيبة ثنائية نظيفة لصالح العين. عند دوري أبطال آسيا، العين في دور 16، وإن شاء الله ورباتي راح نلعب ضد ناساف خارج ملعبنا، نتمنى التوفيق للعين، وإن شاء الله نطلع بنتيجة إيجابية خارج الديار. هذا كل شيء عن أجندة الزعيم. نتمنى التوفيق للعين، مباريات صعبة وما باقي شيء عن انتقالات شتوية. وتوقعاتكم لتشكيلة مباراة ناساف هذه إن شاء الله باكر بعرض ان شاء الله بودكاست، بنتكلم اكثر عن مباراة ناساف العين دور 16 لدوري ابطال اسيا. التقي بكم ان شاء الله بالفيديوهات الجاية، في امان الله. شوف الجو، شوف الجو، شوف الجو هنا عندنا في العين. اقسم بالله بريطانيا، بريطانيا، بريطانيا يرمس انجليزي. هالو 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 هالو.